السلام عليكم. تمرين رقم 1 خاص بالمعادلات المثلثية وكيفية الحل. résoudre dans R, حل في R المعادلة التالية: كوسينوس بين قوسين 2 x ناقص 3 بي على 2 يساوي كوسينوس بي على 4 ناقص x. إذن قبل أن نبدأ في حل هذه المعادلة غادي نذكر ب جوج المعادلات، جوج الأنواع من المعادلات درست في الدرس، وهي إذا كانت عندنا المعادلة الأولى على هذا الشكل كوسينوس ديال واحد التعبير U دو إكس يساوي كوسينوس ديال واحد التعبير آخر V دو إكس. كوسينوس دين إكسبرسيون U دو إكس إيكال كوسينوس دين أوتر إكسبرسيون V دو إكس. سولا إيكيفو أ دير كو لي سوليسيون سون déterminé par ceci. Imma, التعبير U de X و V de X متساويان زائد كنزيد 2kπ ولا كنقولو modulo 2π soit U et V sont égaux modulo 2π أو ردو البال معايا في هذا الرمز، هذا الرمز راه كنعنيو به أو، يعني mathématiquement ça veut dire ou. Ce n'est pas comme la collade qui signifie i. ماشي بحال اللام اللي كتعني لينا و. إذا ردوا البال هنا. إذن أو التعبيرين U و V متقابلان، هكذا كنكتبوها U دو X إيكال موان V دو X دائما زائد 2K موديلو 2P. حالة إلا كانت عندنا كوسينوس كيساوي كوسينوس. كنوجدوا الحل على هذه الطريقة. كانت عندنا المعادلة على شكل سينوس كيساوي سينوس، سينوس دو U دو X إيكال سينوس V دو X، سولا إيكيفو إما U دو X و V دو X متساويان بحال الكوسينوس هنا، ولكن هنا ثانيا U دو X كيساوي بي ناقص V دو X زائد 2 بي. الحل الثاني كيكون على هذا الشكل بي ناقص V دو X، يعني U دو X كيساوي P ناقص تانية هادي زائد 2K موديلو توجور 2P. إذا نبداو نشرعو في حل هذه المعادلة. إذا لاحظوا أن المعادلة هذه عندنا كوسينوس في الطرف الأول يساوي كوسينوس في الطرف الثاني بحال هذه. هاي كوسينوس دو U دو X دون نوتر كا U دو X هو التعبير U دو X هو 2X ناقص 3 بي على 2، والتعبير V دو X هو بي على 4 ناقص X. إذن سولا إيكيفو أدير ألوغ جيكري كوسينوس دو 2X موان 3 بي سيغ 2 إيكال cosinus pi sur 4 moins x. Cela équivaut à dire que imma 2x ناقص 3 pi على 2 و pi على 4 ناقص x متساويان زائد دائما 2k بي أو متقابلا أو 2x ناقص 3 بي على 2 يساوي المقابل هو نكتبه بالأحمر موان في دو إكس هي بي على 4 ناقص x زائد دائما 2k بي. بطبيعة الحال افيك k ينتمي الى الزيت، سي ان اونتي غولاتيف. صافي وجدت الحل. اذن يبقى عليا الان الا نبسط هاد الحلول. سولا ايكيفو ادير كو الو هاد الموان اكس اللي كاين في الطرف الثاني نديه للطرف الاول غيصبح 2x بلس x سي 3x ايكال pi sur 4 ça reste au deuxième membre
غنجي بعدها ناقص 3 بي على 2 غتصبح زائد 3 بي على 2 بطبيعة الحال زائد 2 ك بي. ثانيا تعبير ثاني، غادي نزول الأقواس هنا، غتولي عندي ناقص بي على 4 طرف ثاني زائد اكس زائد 2 ك بي، هادو في الطرف الثاني. اذا هاد لو اكس، لو اكس سويلا جو لو غامين دون لو بروميير مومب، سو دوفيان اكس، سا دوفيان موان اكس دون 2 اكس موان اكس صافي اكس. واخا مشيت شويه بسرعه ماشي مشكل، خصنا نتعودوا على هاد القضيه هادي. دونك هاد لو اكس هذا مشى للطرف الاول وتحسب، يبقى عندي الطرف الثاني اشقى فيه ناقص بي على 4 ناقص بي على 4، وتجي عندها ناقص 3 بي على 2 غتصبح زائد 3 بي على 2 زائد 2 ك بي افيك ك ان نومبر اونتيي ريلاتيف. اقتربت من الحل. سولا ايكيفو ادير كو، هذا يكافئ عندي هنايا 3 اكس تساوي هنا غادي نوحد المقامات غتصبح عندي 3 اكس تساوي غنضرب في 2 هنا تولي هنا 6، هنا غنضرب في 2 باش تصبح 4 غتصبح 4، وهنا 6 7 بي على 4 فدون 7 7 بي sur 4 plus 2k pi où x égale je réduis au même dénominateur ici, donc j'obtiens moins pi sur 4 plus 6 pi sur 4 qui donne 5 pi sur 4, donc égale à 5 pi sur 4 plus toujours 2k pi, avec k toujours un nombre entier relatif. J'ai presque fini. Alors, je vais vous dire, cela équivaut à dire que nous allons aller au là, on va passer à l'étalata, donc j'obtiens 7pi sur 12, x est égal à 7pi sur 12, plus, tel modulo, 2kpi, tawa, sur 3. أما الحل الثاني أو النوع الثاني من الحلول، ça reste le même, 5pi, il n'y a aucune division sur 4. Plus 2k pi, avec k toujours un nombre entier relatif. Et voilà, j'encadre ce résultat et j'écris l'ensemble des solutions. Idem la bouddha min kitabat majmou'at l'houloul. Idem majmou'at l'houloul. Walakin hana ra fi R. N'oubliez pas ceci. Parfois, qui est un intervalle, tu ne vois pas de temari. Tu peux dire que tu as un hull fi majal naqis pi pi ou fi majal safar pi ou safar itnan pi il a akhir. Il y a un hull la dira fi r. C'est l'ensemble. Alors, نوع الأول من الحلول هو 7 pi à la 12 زائد 2 k في نقطة فاصلة، والنوع الثاني سو سون دي كلاس 5 بي أصناف، أصناف الحلول 5 على بي زائد 5 بي على 4، 5 بي على 4 زائد 2 ك بي،
Et n'oubliez pas d'écrire tel que K, le height K est un terme. إلى Z. إذن هذه هي مجموعة حلول هذه المعادلة. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إلى الملتقى بحول الله، ولا تبخلوا بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس كي وإبداء الإعجاب كي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.